صباح النور والسرور مشاهدينا الكرام، صباح النور والسرور مرة أخرى كل متابعينا الكرام القدام وجداد اللي انضموا القناة ديالي. مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ أموركم مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي أحسن حلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنىكم تكونوا دوزتوا العطلة على خير وبخير، والله يرفع عنا هذا الوباء. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد الفطور بسيط مغربي، فطور بلدي ممكن نقولوا عليه فطور شرادي بحكم انتمائي لجهة شراردة، بالضبط مدينة سيدي قاسم. الناس اللي كيسولوني الى مدينة، انا من مدينة سيدي قاسم بالضبط. هذا الفطور هذا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا مشاهدين متداول عندنا في المنطقة او في القبيلة، الحمد لله الخير موجود، الله يدومها نعمة ويحفظها من الزوال علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين كافة اجمعين. قبل ما نوجد الفطور ديالي مشاهدينا الكرام، بغيت نشارك معكم المحبق ديال النعناع ديالي. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام فهو محبق ثاني، عمل الاول كان مات ليا بحكم عطلة ديال العيد وعطلة ديال السفر والمرض، اما هذا كنت نقدته حتى لاخر لحظه، الحمد لله كينفعني. ندوزو الفطور ديالنا مشاهدينا الكرام. عندي هنايا البطبوط او المخمر او المطلوع على حسب المناطق، حنا بحكم الجهه ديالنا كنسميه المطلوع ولا البطبوط. ديجا كنت موجوده عندي في المجمد، فقط في الصباح قبل ما نمشي للخدمه كنسخنه، وكيعجبني كثير مع الكرموس ديال النصاره او كرموس المسلمين، اروع ما يكون. وبغيت نعرف انتم المشاهدين الكرام واش انتم من النوع ديالي من العشاق ديال كل ما هو بلدي، كل ما هو طبيعي، كل ما هو صحي. انتم كيعجبكم في الطبلة ديالكم او لا مع الطاكوس والبيتزا والشاورما؟ نخليكم مشاهدين الكرام. هذا هو الفطور ديالي مشاهدينا الكرام، فطور كي قلت لكم فطور شرادي مغربي بلدي محض صحي، مكونات طبيعيه، زويته بلديه والزيتون ديال الدار وعسيله بلديه وزبيته بلديه، الكرموس النصارى وكرموس المسلمين، البطبوط ديال الدار، كويزداتي مسوس كندوزو بكل ما هو سكري بالكرموس كيحليه، كيجي رائع ولدي. وقبل ما نمشي للخدمه مشاهدينا الكرام، كنشارك معكم هذه الجلسه هذه، كنتمنىها تروحكم وتعجبكم، ولهلا خطكم مشاهدينا الكرام كل متابعين الكرام وجداد القدام وجداد، والله يسهل على كل واحد
ونتضامن مع بعضياتنا احنا كقنوات صغار، نحاول تكون مشاهدة صادقة واشتراك صادق، والله ييسر كل الأمور، الله يخلي الصحة والحالة زينة والموزونة سالكة، والله يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله الرحمن الرحيم، الله يحسن بخاتمتنا دنيا وآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.